تشكل احتفالات رأس السنة الأمازيغية مناسبة مميزة عند الجزائريين، وهو تقويم خاص بالأمازيغ، إذ تختلف الاحتفالات في الجزائر من ولاية إلى أخرى. فنان مسرحي لعب اليوم الدور تاع الشيخ اللي يحكي على كيفاش الأمازيغ دخلوا لشمال إفريقيا. نسوق قسم كاس، نشكر قناة بورايا على المساهمة اللي ساهمت معنا في دار الثقافة، ونشكر الأطفال والعمال دار الثقافة اللي تعبوا وشاركوا، وكل عام هما بخير. نظرا لاختلاف تقاليد وعادات كل ولاية، نظمت أسرة الثقافة لولاية سعيدة بالتعاون مع دار الثقافة شكيب مصطفى احتفالا برأس السنة الأمازيغية يناير، التي أعطت له جو من الحماس وطابع مميز للاحتفال بتكريم أكبر معمري القبائل لولاية سعيدة، من بينهم السيدة غازي سعدية والسيدة العلام طاوس. ولو نسرد يا وكسوم نقم أشباض نقم سكسوم نقم سكسوم نقم غريفين نقم طاجين نسفج تمثونين تملالين وكيف ولو نسارة أذي في كبايا ولو نريز الإنسان الجوة خواغن جميل سلا وشر جنا خيدي مزورة جهرنا إخني دي جيد. نشكر قناة بورايا على تشريفنا في هذه الأمسية المخصصة للسنة الأمازيغية. بداية سطرت دار الثقافة برنامجا تاليا يمتد لطيلة أسبوع فيه أنشطة عديدة، من بينها معارض متنوعة وكذلك أمسية خاصة بالأطفال. شكرا قناة بورايا للاستضافة. أسكاس أمكاس كانت أجواء الاحتفالات بيناير مميزة تعبر عن فرحة سكان الولاية والمعمرين القبائل، فلقد اتسم الاحتفال بأنشطة تقليدية متنوعة. اختتم الاحتفال بتقديم فرقة موسيقى مع أغاني ورقص قبائلي وعرض ملابس ومأكولات تقليدية.